حملها لنا نتائج السادس الابتدائي الدورة الثاني 2022 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية. رابط نتائج الصف السادس الابتداء 2022 الدورة الثاني بالعراق والتي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية وتشهد الآن عن محركات البحث أعلى نسبة بحث من أجل الاستعلام من قبل طلاب وطالبات وأولياء أمور الصف السادس الابتداء الدورة الثاني من أجل معرفة النتيجة النهائية الخاصة بهم. سنقوم بتوفير جميع المعلومات والبيانات والروابط الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتداء حتى تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر. طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتداء بالعراق 2022. حددت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة الحصول على نتائج امتحانات الصف السادس العراقي الدورة الثاني لعام 2022 حيث سيتم الكشف عن النتيجة واستخراجها الكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الدخول على هذا الرابط ابدو بالضغط عليها واكتب اسم الطالب أو الطالب وادخل رقم المقعد للوصول واستخراج النتيجة. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي للعراق 2022. الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2022 الفصل الدراسي الثاني في العراق دون الذهاب للمناطق التعليمية أو المدارس لتسهيل الأمور وتوفير الوقت لأولياء الأمور والطلاب حيث يتم الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية. انتقل أولا إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية للتحقق من نتيجة المرحلة الابتدائية السادسة بالضغط على هذا الرابط epidu.gov للدخول. اختيار نتائج الامتحانات وتحديد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي الفصل الثاني للعام الدراسي 2022. اكتب رمز التحقق ظهرا لك.